وعيا منا بأهمية الشراكة، أدعو كل الجهات الفاعلة في عالم الشغل للعمل بشكل متضافر لتعبئة ودعم الإجراءات الرامية إلى محاربة المخاطر المهنية في أماكن العمل والتخفيف من حدتها الاجتماعية وتداعياتها الاقتصادية من أجل المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وحماية رأس المال البشري. أؤكد على أن الوقاية هي قضية الجميع، وعليه يتعين تضافر جهود جميع الجهات الفاعلة في عالم الشغل ضد جائحة كوفيد-19، وبغض النظر على أنها مسؤولية أصحاب العمل، فهي كذلك ثقافة حقيقية للوقاية يجب تجسيدها مع العمال الأجراء أنفسهم. يؤكد قطاع الصحة بوضوح من خلال خدمات طب العمل على التزام الدولة بضمان الحق في حماية الصحة أو حماية صحة العمال، كما تعد الوقاية والحماية من المخاطر المهنية جزءاً أساسياً من التنمية المستدامة، وهي تدل على التزام السلطات العمومية بتشجيع وترقية ثقافة وقائية للأمن والصحة من أجل السماح للموظفين بالعودة إلى منازلهم بأمان عندما ينتهي يوم عملهم.